الله الرحمن الرحيم. في إطار الزيارات المدنية التي يقوم بها كادر فرع النجف، زرنا عائلة السيدة زينب حامد التي تسكن في قضاء العباسية التابع لمحافظة النجف. ومن خلال الزيارة لهذه العائلة وجدنا أن السيدة تعاني من الصم والبكم، والاطلاع أكثر على هذه التفاصيل هائلة أحد السيدات التي تشرح حالتها باعتبار أنها تعاني من هذا المرض. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو حالة زي؟ هي تصير بنت عمي. بنت عمي. يعني راجلها يعني ما يحكي، كان أخرس وهماتين هي. يعني زوجها أخرس وهي خرسة. يعني زوجها أخرس وهي خرسة. زين. صار بي مرض وتوفى. وعنده أربع جهال. أربع جهال. أربعة. وأصغر واحد هذا. هذا الشايلته؟ إيه عمره 7 أشهر هيجي 8 أشهر. زين. راتب رعاية عندها؟ راتب رعاية إيه. تستلم راتب رعاية. ايه. بس يعني تعرف وضعيتهم. أكبر طفل جيل عمره. أكبر طفل بصف الأول ابتدائي. بصف الأول ابتدائي. ايه. شو اسمك أنت عمو؟ علي. علاوي. وأصغر واحد هي هذا شايلته. ايه. زين سهيت شنو هذا بيت شنو؟ ملوك إيجار شنو؟ تجاوز. ايه. ايه. زين يعني ويا أهل زوجها قاعدة سيئة؟ هذه مرتاح معها هم قاعدة وياها لين. أيه. من الخرجه وانا اتخربط فظلت البنيه هاي قاعده وياهم. زين سأليها ايش معتازه؟ معتازه والله انت شوف وضعهم تعبان. زين اكثر شيء هاي طباخه هاي عين واحده. طباخ عين واحده؟ بس عين واحده تشتغل بي. يعني شو احترق؟ شنو احترق؟ البيت مالتها كله احترق والله. البيت احترق؟ اي والله هاي الطفل شعل هيك نار واحترق البيت خلف الله. يعني اجت الاطفائيه وطفت وهاي، والواد من الدور ساعدوها شويه بيضوا هذا الصبغه وهاي وظلت. بس هذا من احترق بعد ما تشتغل غير بس هاي العين. بس هاي عين وحده تشتغل ما يشتغل كله، لان البوار من جوا مكسرات. يعني قبل ايش قد صارت حاله مال حرق؟ صار لنا 5 أشهر. خمسة أشهر من احترق. احترق لها وهذا الطباخ بس عين واحدة. كله اي هاي بس عين واحدة بس هاي الآن تشتغل. بعد سمعت هذا غير. كاونتر تريد تحط معين. كاونتر وبعد. معيشة هم أكثر شيء معيشة ما عندهم يعني مصرف. أريد يعني من أهل الخير يساعدوهم مصرفها يعني طبيبها. إيه. وضعها تعبان يعني من تريد تروح للطبيب تاخذ جهال هاي ما عندهم وضعهم تعبان. زين احنا سألنا يعني سأليها اكو صحيح خرسة. ايه. بس يعني ما عدا فد شغلة تعرف تسويها بالبيت، فد مشروع ما عدا فشي. لا ما يعني خيط مثلا شغلات يدوية يعني مشروع. غير خياطة. تعرف تحف يعني. ان شاء الله تنال. ايه تعرف احفاظ. غير هاي. ما تعرف. كل شي ما تعرف. اذا في نهايه لقائنا مع السيده زينب، وضحت الاخت ام ايات اللي هي صبت عمها، وضعت حالتها وشلون احترق بيتهم قبل 5 أشهر. هي الان بحاجه الى طباخ. ها طباخ مبرده عندها؟ مبرده عندها بس تعبانه الحمد لله والشكر. طباخ بمركز مركز اول. أيوة وخزانه كاونتر ومعيشه الها.